طيب تعالوا بقى نشوف الصحافه الرياضيه هتعرفنا ايه النهارده من الاخبار المستجده. هنروح دلوقتي معاكم على مقر جريده البوابه نيوز، موجوده هناك زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم عشان تقول لنا ايه الجديد صحفيا. يا هنا صباح الفل عليكي، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي وجولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة البوابة نيوز. هناخدكم في جولة لأبرز وأهم أخبار الصحف الرياضية الصادرة اليوم، والبداية من البوابة نيوز. كيروش يؤجل إعلان قائمة المحليين استعدادا لمعسكر السنغال. يعني بدأ المنتخب الوطني الأول بقيادة طبعا البرتغالي كارلوس كيروش مرحلة الجد من استعداداته لمواجهة منتخب السنغال في نهاية التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، ومباراة الذهاب بالتحديد هتكون يوم 25 مارس الجاري بالقاهرة. يعني كان أعلن طبعا مستر كارلوس كيروش منذ أيام أسماء اللاعبين المحترفين اللي هينضموا لمعسكر الفراعنة أمام السنغال، وهم طبعا اللاعب محمد صلاح، محمود تريزيجيه، محمد النني، مصطفى محمد، عمر مرموش، مصطفى فتحي، أحمد ياسر ريان، أحمد حسن كوكا، وكمان كريم حافظ. لكن الكل كان منتظر اللاعبين او الافصاح عن اللاعبين المحليين اللي هينضموا لمنتخب مصر طبعا امام مباراه السنغال، لكن الحقيقه انه مستر كارلوس كيروش قرر انه يتم التاجيل عن اعلان اللاعبين بسبب هبوط مستوى لاعبو القطبين الكره المصريه في دوري ابطال افريقيا. يعني وحسب كمان جريده البوابه نيوز هيتم الاعلان عن اللاعبين في نهايه الاسبوع الجاري. يعني طبعا ايا كان اللاعبين اللي هيشاركوا مع منتخب مصر أمام السنغال طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. ننتقل لجريدة الأخبار وتقارير فرنسية. برشلونة يستهدف التعاقد مع مو. يعني كانت كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي برشلونة الأسباني بضم الجناح الدولي محمد صلاح نجم طبعا ليفربول الإنجليزي لكرة القدم. فبينما يعني توقفت مفاوضات تمديد العقد مع محمد صلاح وليفربول حاليا، بيسعى مسؤول نادي الكتالوني للتدخل واستغلال الموقف والتعاقد مع هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. يعني طبعا احنا كمصريين بنتمنى لنجمنا محمد صلاح كل التوفيق، سواء الفريق اللي هو هيكون معاه، سواء طبعا ليفربول او اي فريق اخر. نروح بقى للشرق الأوسط، وهافرتس يمنح تشيلسي المعاقب فوزا قاتلا على نيوكاسل، وأرسنال يعود المربع الذهبي. يعني كان سجل الألماني كاي هافرتس هدفا قاتلا في الدقيقة 89 ليمنح بقى فريق تشيلسي المعاقب سياسيا فوزا مهما على ضيفه نيوكاسل المنتفض مؤخرا. كمان استعاد أرسنال المركز الرابع بفوزه على ليستر سيتي بهدفين نظيفين. ومن جانب آخر واصل ويست هام مساهمة للمزاحمة على موقع مؤهل لدوري أبطال أوروبا، ده طبعا بعد فوزه 2-1 على أستون فيلا. من جانب آخر انتزع ليدز يونايتد فوزا مثيرا بطريقة جنونية على نورويتش، وأخيرا تعقمت جراح أفرتون بالخسارة أمام وولفرهامبتون بهدف وحيد ضمن منافسات المرحلة 29 للدوري الإنجليزي أمس. اخيرا بقى نروح لليوم السابع، وبنزيما يتصدر قائمه اكثر نجوم الليجا تسجيلا للاهداف في 2022. يعني كان تصدر النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد قائمه اكثر لاعبي الليجا تسجيلا للاهداف في جميع البطولات لعام 2022 الجاري برصيد 10 اهداف. احرز بنزيما 10 اهداف بقميص ريال مدريد في جميع البطولات، كان منهم هاتريك في دوري ابطال اوروبا، 5 اهداف في دوري الاسباني، وهدفين في كأس السوبر الاسباني. وبكده يكون اصبح بنزيما ثالث هداف ريال مدريد تاريخيا برصيد 309 هدف. يعني دي انا هواندو يا كريم كانت ابرز اخبار الصحف الرياضيه الصادره اليوم. قبل ما اختم كلامي طبعا حابه اتمنى كل التوفيق لرجال كره السله في النهارده مباراتهم طبعا امام الاتحاد السكندري في نهائي بطوله كاس مصر. وكمان حابه اهنيك يا هواندو طبعا بعد حصولك على افضل اعلاميه رياضيه لعام 2021
2020. طبعا يعني بتمنى لك مزيد من التألق وببارك لك، والحقيقة ان انت يعني تاخديها عن استحقاق. والآن العودة ليكم مرة اخرى في الاستوديو. انا عايز اشكرك بقى بجد يا هنا، شكرا جدا. وعايز اشكر يعني انا طبعا شكرت جماهير الاهلي والناس اللي اختارتني وصوتت ليا واللي دعمتني، بس لازم اشكر زمايلي حقيقي هنا، انتوا كلكم باركتولي على الانستغرام واللي كلمني واللي بعت لي. انا بشكرك جدا جدا يا هنا، ان شاء الله كل التوفيق لكل مراسلنا ويوصلوا يبقوا مذيعين كمان، ومذيعين شاطرين جدا ان هم يستحقوا ده. يعني فعلا احنا عندنا كوادر محترمه جدا جدا جدا، وهنا فعلا من الناس اللي منهم، ومريم وكل المراسلين بتوعنا فعلا. صحيح.